السيد الوزير، في رسالة اللي تليتموها واللي وجهها صاحب الجلالة أمام المناظرة الوطنية الأولى للتعليم الأولي، جاء فيها: يسعدنا أن نتوصل إلى المشاركين أن نتوجه إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رعايتنا السامية تجسيدا للغاية الفائقة التي ما فتئنا نوليها لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي نعتبرها رافعة للتنمية متوازنة وعماد تأهيل رأس مال البشري. انتهى كلام صاحب الجلالة حفظه الله. سيد الوزير، هذا البرنامج الملكي السامي الحكومة ديالكم سيد الوزير والوزارة ديالكم كانت قاصرة في التجسيد ديالو سيد الوزير، بحيث العجز ديالها كان تام في التعميم ديال التعليم الأولي. وانتم سيد الوزير ملي كتقولوا 65% وهذا النسب، واش راضيين عليها حكومتكم وزارتكم؟ واش وليداتك 100% كيقراو التعليم الأولي، ولاد المغاربة يقراو 65%؟ واش هذا ماشي ذنب من ذنوب ديال هذه الحكومة؟ سيد الوزير، الغياب ديال الفضاءات الملائمة ديال التعليم الأولي، الغياب ديال المعدات والألعاب والتجهيزات الضرورية، الضعف ديال التكوين ديال المؤطرات والمؤطرين، غياب ديال نموذج بيداغوجي متكامل، تعدد المناهج والمقررات، قصور في العناية بالأطفال في وضعية صعبة. شكرا لكم، شكرا لكم سيدنا.